ننتقل للدكتورة نداء الزقزوق في فقرة الدين حياة، حتى نعرف من الدكتورة نداء عن موضوع بيتعلق بحياتنا أكيد وبديننا، وكيف بنقدر إنه فعلا نستفيد من الدين في حياتنا. صباح الخير دكتورة نداء. صباح الورد أليكس. يعطيك ألف عافية يا رب. يعطيكم ألف عافية أنتم كمان على ما قدمتوا، شكرا جزيلا لك. حبيبتي تسلمي، أكيد الهوى معك ومع المشاهدين حتى تعطيهم رسالتك الصباحية لهذا الصباح. صباحك سعيد. أشكرك، شكرا لك. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم ووقفتنا لهذا اليوم. كم منا أو كلنا يعلم بأنه إذا أذنب فإنه بإمكانه أن يتوب، ولكن كم منا من يذنب ويذنب ويذنب ولا يشعر بأنه قادر على التوبة؟ يا هل ترى ما الذي يحول بيننا وبين التوبة؟ أحيانا يشعر الإنسان بأنه قد يئس من نفسه، يشعر بأنه أقل شأنا وأقل قدرا من أن يتوب، أحيانا يشعر بأن ذنبه عظيم جدا لدرجة أن الله لن ينظر إليه، لدرجة أنه ما عاد يثق بأنه قابل للاستصلاح وقابل لأن يتوب من هذا الذي وقع فيه، أو إنه قد يكون وقع في شيء آخر، وهو أنه أذنب ذنبا معينا ثم تاب منه ثم عاد وأذنبه، هو ذاته ذات الذنب، ثم تاب منه ثم عاد وأذنب الذنب ذاته مرة ثالثة ورابعة، فيشعر بأنه ميؤوس منه. أنا بالنسبة إلي نقطة الضعف هذه مش قادر إني أتجاوزها، أنا بالنسبة إلي الفرامل الخاصة فيي في هذا الذنب ميؤوس منها، عاطلة غير قابلة للعمل. يشعر وكأنه يتدحرج كمن تدحرج من حافة هاوية، فتدحرج مسافة أطول بكثير من أن يعتقد أو يقتنع بأنه قادر على أن يتسلقها مرة أخرى، أو كمن انحدر ووقع من حافة هاوية فحاول أن يصعد، وبمجرد أن أمسك بالحافة وأراد أن يصعد انحدر مرة أخرى، ثم حاول ثم انحدر مرة أخرى ثم حاول، فيصبح عنده شعور بأنه غير قادر على أن يتسلق هذا الذي تدحرجه، وأنه غير قادر على أن يصبح في المكان المناسب مرة أخرى. هذا شعور ينتاب الأشخاص الذين فعلا يحبون الله ويهابون الله ولا يريدون أن يعصوه، ولكنهم يعصوه لأن الإنسان مجبول على الخطأ، والإنسان ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء. إذن عندما يأتي شخص ويقول إلا أنا ليس على الله، ليس لله علي خطأ واحد ارتكبته، هذا إنسان أولا مدع، لأن طبيعة الإنسان أنه خطاء، ثانيا هو مرشح أو ربما واقع بكبيرة من الكبائر وهي العجب في حق الله، يرى نفسه بأنه ليس لله عليه شيء، هذا إنسان مختال فخور، إنسان يرى بأنه قد أدى كل ما عليه إلى الله. قد يقولها البعض بطريقة أكثر تهذيبا فتكون أبعد عن العجب، ولكن كل ما يخص أن الإنسان يشعر بأنه قد أدى كل ما عليه إلى الله وأنه لم يقع في الذنوب أبدا في حق الله، فهذه منطقة في غاية الخطورة، منطقة ملغومة لا ينبغي لإنسان أبدا أن يصل إليها، بل العاقل الذي يدرك ما هي الحياة وما هو الكون وماذا ينبغي وما الذي أعطانا الله إياه وماذا ينبغي أن نؤدي لله سبحانه وتعالى، كلما أدرك أكثر حقائق الأشياء كان يشعر أكثر وكان أبلغ في شعوره بأنه مقصر وبأنه واقع لا محالة، إن لم يكن في ذنب ففي تقصير على الأقل. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عبر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الذي من أدى ذنبا أو من وقع في ذنب أو وتاب عنه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وفي آيات كثيرة بأن الذي يقع في الذنب
ثم يتوب فإن الله يبدل سيئاته حسنات. يتساءل الإنسان إذا الذنب ليس خطير، هذا شخص غير الشخص الأولاني، الشخص الأولاني كان يائسا من نفسه بأن ذنوبه فظيعة، طبعا هو لا يعرف بأن كل إنسان عنده ذنوب فظيعة، وفظاعة الذنب هذه لا تقاس بإحساسنا نحن بالذنب، هذه الفظاعة تقاس لا يقيسها إلا الله سبحانه وتعالى بحسب ظرف الإنسان وبحسب علم الإنسان وبحسب حاله حينما ارتكب الذنب، فهذا شأن من شؤون الله. ما عليك إلا إذا ضعفت ووقعت في الذنب، ما عليك إلا أن تجتهد حتى تصل إلى مرحلة التوبة وأن تقبل هذه التوبة. السؤال: هل الذنب ليس خطيرا لهذه الدرجة حتى أن الإنسان إذا تاب منه فإنه كمن لا ذنب له، أو حتى يبدل ذنبه بالحسنات؟ نعم، الذنب ليس خطيرا، ولكن في حال واحدة، إذا ضمننا التوبة منه. إذن الذنب قد يتمنى الإنسان يوم القيامة أن يكون ذنبه أكبر، ولكن أي ذنب الذي تاب منه وقبلت توبته منه؟ القضية هي هل أضمن أنني سأتوب من الذنب؟ بيجي واحد بيقول لك بضمن، خلاص أنا بس اليوم بدي أعمل هذا الشيء وبكرة إن شاء الله راح أتوب. عندك خطرين، هناك خطران يتهددان هذا القرار، قرار التوبة من الذنب. الأول الأجل الذي لا نعرف متى سيقع، يم أنا بدي أموت بهالليلة هاي، بس خلوني أسوي هالذنب هذا بس هالمرة. لا تعلم، نعم نحن لا نعلم، قد يكون موتي قبل أن أرتكب الذنب أصلا، قد يكون موتي قبل أن أرتكب الذنب ويحسب علي. إذن الأجل. الخطر الثاني وهو الحقيقة أكثر يعني ورودا وأكثر خطرا إن صح التعبير وأكثر تهديدا، وهو هل تذكرون آية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ هذا الخطر، خطر أنك الآن تعتقد بأن هذا الفعل ذنب وتريد أن ترتكبه، ثم بعد ارتكابه سوف تتوب. الآن بعد أن تدخل في الذنب سوف تصبح شخصا آخر، سوف يحال بينك وبين قلبك، أو ربما يحال بينك وبين قلبك وهذا احتمال غالب، فتصبح لا تشعر بأهمية أن تتوب، تصبح نكدا كدرا عصبيا منفصما، تصبح شخصا آخر لا يشعر بأهمية التوبة، أو يشعر بأهميتها ولكنه ليس مقبلا على الله، غير مهذب مع الله، ولا يشعر بأنه يريد أن يقول يا رب. هذا هو الخطر الأكبر والأفظع في ظني الذي يتهدد الإنسان إذا وقع في الذنب. يتساءل الإنسان أيضا، الذي يقوم بالذنب يستمتع بذنبه هذا لأن المعاصي تحفها الشهوات، طب لماذا عندما يتوب منه يكفر عنه هذا الذنب؟ هل هذا عدل؟ هل واحد لم يرتكب الذنب وواحد ارتكب الذنب، هل من العدل حتى لو تاب، يعني وفقه الله وتاب، هل من العدل أن يكون الذي ارتكب الذنب وتاب منه كالذي لم يستمتع بالذنب أبدا؟ نقول لو أن شخصا كان طبيب قد أمره بأن يخفف وزن، أن لا يزيد وزنه عن رقم معين، ولكنه هناك مثلا مريضان وعندهم نفس الحمية عليهما أن لا يزيد وزنهما عن وزن معين، وكان في نفس القدر من وكان في هذا الوزن المطلوب، واحد منهم سيطر على أموره ولم يزد وزنه، الثاني بقي يأكل ويستمتع ويعني استرخى آخر استرخاء فزاد وزنه 10 كيلو. هذا الذي زاد وزنه حتى يعود للوزن الذي كان فيه هو وزميله، ماذا يحتاج؟ يحتاج أن يتلوع وأن يحرم نفسه وأن يتألم حتى يعود، حتى يخسر 10 كيلو، بنفس القدر ربما وربما أكثر الذي كان قد استمتع به واسترخى به عندما زاد وزنه هذه 10 كيلو. إذن الإنسان عندما يذنب نعم يستمتع، ويعني لا نعرف هذه المتعة هل كانت كاملة أو هل كانت نقية، هل كانت جميلة بالقدر الذي كان يحلم به أم لا، ولكن حتى يعود من هذا الذنب وحتى يتمكن من التوبة
فإنه يبذل جهدا كبيرا يكاد يساوي الجهد، يكاد يعني يعادل المتعة التي استمتعها أو يفوقها. إذن هذا بالمنظار البشري، وعند الله هو الحكم العدل والتفسير العدل والأكمل والأكثر دقة لهذه الأمور كلها. ولكن الله وعدنا بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأقول أخيرا، لا يظنن شخص بأن الله سوف يوصد بابه في وجهه، ولا يظنن بأن الذنب الذي ارتكبه هو ذنب أكبر من أن يغفر، أو ذنب يجعله كإنسان غير قابل للاستصلاح. فالإنسان مقدر والإنسان مقدس عند الله، والإنسان معظم وعظيم، وشأنه فعلا أعظم مخلوق خلقه الله على وجه هذا الكون. والله سبحانه وتعالى يحبه ويحب العبد إذا تاب وأقبل عليه سبحانه وتعالى حتى لو كان من المذنبين. جعلنا الله من الذين لا يذنبون، ولكن شأن الله أن البشر يذنبون دائما، فجعلنا الله ممن إذا أذنبوا تابوا. صباح الخير إليك.